صراحة فكرة إنه تكون الإضاءة شغالة في كل البيت وما يكون في أحد شيء مرة مزعج، مو بس لنا إحنا كبشر، حتى هذا الشيء ممكن يأثر على الطبيعة. طبعا طبعا. أنا بالنسبة لي أنا أكتر حاجة بشربها طول اليوم يعني الشاي الأخضر، فدايما سخان المية تقريبا طول اليوم بيكون شغال، فببقى مركز قوي مع إن أنا بعد ما أخلص أقفله. والتلفزيون في ناس أنا بستغربهم يا جماعة، يبقوا قاعدين ما بيعملوش أي حاجة، يعني حاجة ما لهاش علاقة بالتلفزيون وهو شغال 24 ساعة. ممكن تعرف ليش يعملوا زي كده؟ هنا يقول لك عشان لو في حرامي يبغى يجي يسرق البيت يسمع صوت التلفزيون يخاف يمشي. دول أذكياء دول. طبعا ضمن هذا التوجه تعمل حفلة توفرت وأنورت اللي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وحيشرح لنا رئيس فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأستاذ عادل البقمي عن أهمية الحملة وأهم الطرق اللي يجب اتباعها للتوفير في استهلاك الطاقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل. أهلا وسهلا، حياكم الله، أسعد الله مساك ومساء المشاهدين. أستاذ عادل حدثنا أكثر عن هذه الحملة وأهدافها. طبعا حملة وفرت وانورت هي حملة توعوية تستهدف رفع الوعي لدى المجتمع والتعريف بالسلوكيات الواجب اتباعها، سواء ذلك قبل شراء منتجات الإنارة من خلال التركيز على المنتجات الأعلى كفاءة، أو بعد التركيب وذلك اتباع سلوكيات بسيطة داخل المنزل تساهم بشكل كبير في تحقيق وفر عالي داخل المنزل. طبعا هذه الحملة هي امتداد لحملات أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن أعمال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة منذ انطلاق عام 2014، طبعا تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة لتبقى. وهذه الحملة ضمن جهود مشتركة يعمل عليها المركز بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات حكومية للحد من الهدر في استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع. جميل جدا. أستاذ عادل، ناس كثيرة ما كيطفوش الكهرباء عند خروجهم من الغرفة وكيعتبروا أن الإنارة غير مستهلكة للطاقة، شنو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا هذه من احد السلوكيات الخاطئه اللي يعتقد الافراد او المستهلكين انه الاناره لا تشكل اي استهلاك من المنزل، حيث ان المنزل او الاناره تستهلك من المنزل ما يقارب 10% من اجمالي استهلاك المنزل كفاتوره. ونستطيع نحن بانفسنا من خلال اطفاء الاناره عند الخروج من المنزل او عند الخروج من الغرفه يساهم بشكل كبير في تحقيق وفر نستفيد من هذا الوفر في حياتنا. أكيد طبعاً. طيب إزاي نعرف نفرق بين الإنارة الموفرة للطاقة وغيرها؟ كمان هل الإنارة اللي كلنا بنستخدمها من زمان دي تستهلك طاقة كتير؟ بشكل بسيط جداً البرنامج وضع بطاقة اسمها بطاقة كفاءة الطاقة. بطاقة كفاءة الطاقة هذه موجودة على كل منتج، كما هي موجودة في المكيفات والثلاجات هي موجودة على منتجات الإنارة. نستهدف من هذه البطاقة الوصول أو معرفة جميع شرائح المجتمع بقراءة هذه البطاقة من خلال الألوان. فالبطاقة لها عدة مستويات، من سبع مستويات، من الأعلى اللي هو اللون الأخضر اللي هو الأكثر كفاءة واللي دائما ننصح فيه أنه أي مستهلك أنه يتوجه إلى البطاقة الأعلى كفاءة. طبعا هناك تدرج بالألوان، الأصفر ثم الأحمر، الأحمر اللي هو الأسوأ في الاستهلاك. طبعا هناك فرق كبير في الاستهلاك بين التقنيات الموفرة كتقنية LED اللي دائما احنا ننصح انه عند شراء منتجات الإنارة التوجه للمنتجات الأكثر كفاءة، وتقنية LED هي من أكثر التقنيات توفيرا للطاقة. وهناك فرق بين هذا الاستهلاك لهذه التقنية مع التقنيات القديمة اللي هي التقنيات اللي نسميها المتوهجة، حيث ان التقنيات المتوهجة تستهلك طاقة كبيرة تقارب ما يقارب الفرق بين هذه التقنيتين ما يقارب 78% من استهلاك الكهرباء. نايس. يا ريت بس هيك فيك تعطينا نصائح عن تيبس تساعدنا على انه نوفر طاقه. طبعا في نصائح قبل الشراء او قبل بناء المنزل. طبعا قبل الشراء دائما ننصح انه يعني نشتري المنتجات الاكثر كفاءه من خلال التصميم او تصميم المبنى، انه نحاول ان نوزع الاناره في المنزل بشكل مناسب، حيث ان توزيع الاناره يقلل من عدد اللمبات المستخدمه، وايضا توزيعها على مفاتيح التشغيل لكي نستطيع نحن ان نتحكم في هذه الاناره. قد لا نحتاج الى الاناره بشكل كامل في الغرفه، نحتاج جزء معين، فنستطيع من خلال مفاتيح التشغيل أن نتحكم في هذه الإنارة. بعد الشراء دائما
دائما ننصح انه اطفالي نارا الخروج من الغرفه او من المنزل، ايضا الاستفاده من الاضاءه الطبيعيه في النهار يقلل من الاستهلاك، ايضا الحرص عند صيانه او استبدال منتجات الاناره ان ناخذ او نشتري المنتجات الاعلى كفاءه، ونتاكد من هذه البطاقه انها سليمه من خلال تطبيق تاكد اللي من خلاله نستطيع ان نتحقق من صحه هذه البطاقه. اوكي، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهارده في لايف ستايل.